اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي مع ماده الدراسات الاجتماعيه درس جديد من دروس الجغرافيا ودرسنا النهارده هو الدرس الثاني من دروس الوحده الثانيه ودرس بعنوان الليل والنهار. اعزائي الطلاب استكمالا لرحلتنا على كوكب الارض النهارده هنتكلم مع بعض عن اربعه نقاط رئيسيه في درسنا الليل والنهار. هنتكلم عن ظاهره تعاقب الليل والنهار عن حدوث ظاهره الشروق والغروب وهنتكلم عن انحراف الأجسام الساقطة، وكمان هنتكلم عن انحراف الرياح. يلا بينا نبدأ مع بعض درسنا النهارده. من خلال الشكل المقابل نجد أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها أمام الشمس مرة كل 24 ساعة أي مرة كل يوم. وهذا ما يعرف باسم الدورة اليومية للأرض، وهي التي ينتج عنها العديد من الظواهر أهمها تعاقب الليل والنهار والشروق والغروب وانحراف الرياح وكمان انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي. ما المقصود بمحور الأرض؟ محور الأرض هو خط وهمي يصل بين نقطتي القطب الشمالي والقطب الجنوبي مارا بمركز الأرض ويميل عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5 درجة ومع أول ظاهرة وهي تعاقب الليل والنهار. بما تفسر أهمية ظاهرة الليل والنهار أعزائي الطلاب؟ أولاً تنظم الحياة على سطح الأرض، يمارس الإنسان والحيوان والنبات الحياة بشكل طبيعي، إن الله جعل النهار للسعي والعمل وجعل الليل للراحة حتى يستفيد الإنسان ويستعيد نشاطه مرة أخرى، ومعانا شكل جديد من أشكال ظاهرة الليل والنهار من خلال هذا الشكل نستنتج أن سبب حدوث الظاهرة هو الشكل الكروي للأرض؛ حيث نجد أن نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يتلقى الضوء، وهو النهار، وأن نصف الكرة البعيدة عن الشمس يسوده الظلام، أي الليل. يتعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، أي الدورة اليومية؛ فنجد أن نصف الكرة المضيء يصبح مظلمًا، ونصف الكرة المظلم يصبح مضيئا. ثانيا، مع ظاهرة جديدة من ظواهر دوران الارض حول نفسها، ظاهرة حدوث الشروق والغروب، نظرا لان الارض تدور حول نفسها من الغرب الى الشرق، جعل الشمس تبدو كانها تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب. ثالثا، انحراف الاجسام الساقطة، ينتج ايضا عن الحركة اليومية للارض انحراف الاجسام الساقطه على سطح الكره الارضيه عن الخط العمودي رابعا انحراف الرياح ينتج ايضا عن الحركه اليوميه للارض انحراف الرياح في نصف الكره الارضيه الشمالي والجنوبي فمن خلال الشكل المقابل اعزائي الطلاب نجد ان الرياح في نصف الكره الشمالي تنحرف يمين اتجاهها والرياح في نصف الكره الجنوبي تنحرف يسار اتجاهها ومعانا سؤال مهم بما تفسر؟ لا نشعر بسرعة دوران الأرض حول نفسها؟ الإجابة: بسبب سرعتها المنتظمة، وبسبب الجاذبية الأرضية. أعزائي الطلاب، الجاذبية الأرضية: عند دوران الأرض فإن كل ما يحيط بها ينجذب إليها، بما تفسر؟ وذلك بفعل الجاذبية الأرضية، ودوران الأرض في نفس الاتجاه. ويبقى في مكانه كل شيء لا ينفصل عنها فنتخيل سويا اعزائي الطلاب ماذا كان يحدث اذا كانت جاذبيه الارض اقل مما هي عليه مثل القمر سيطير كل شيء في الهواء عند بذل اي جهد ماذا يحدث ايضا اذا كانت الجاذبيه على كوكب الارض مثل كوكب المشتري الاجابه سنلتصق جميعا بالارض ولم نعد قادرين على الحركه. أعزائي الطلاب، اتكلمنا مع بعض النهارده عن تعاقب الليل والنهار. اتكلمنا أيضاً عن انحراف الأجسام الساقطة، وانحراف الرياح، وظاهرة الشروق والغروب. كل معلوماتنا هنأكدها من خلال فقرة أكد فهمك. مع السؤال الأول، حدد صحة أو خطأ العبارات الأتية: الجاذبية الأرضية على سطح كوكب المشترى أقل بكثير من كوكب الأرض. العبارة صحيح. سؤال آخر تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس كل 24 ساعة ممتاز العبارة صحيحة معنا سؤال آخر تعرف دورة الأرض حول نفسها بالدورة اليومية العبارة صحيحة سؤال آخر تنحرف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي العبارة خاطئة لأن الرياح تنحرف يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي أو ممكن نغير الإجابة ونقول تنحرف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي ومعنا سؤال آخر لا يشعر الإنسان بدوران الأرض نظرا لسرعتها المنتظمة والجاذبية الأرضية رائع العبارة صحيحة ننتقل لنوع جديد من الأسئلة أعزائي الطلاب بما تفسر الظاهرات الآتية أولا تعاقب الليل والنهار فكر مع بعض شوية بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة كل يوم أو مرة كل 24 ساعة ومعنا سؤال آخر لا يشعر الإنسان بحركة الأرض رغم سرعتها الإجابة بسبب الجاذبية الأرضية وانتظام دوران الأرض ننتقل إلى سؤال بمتفسر آخر انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي الإجابة بسبب دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة ننتقل لسؤال بمتفسر آخر عدم انفصال الأشياء عن الأرض رغم دورانها إجابة ممتازة بسبب فعل الجاذبية الأرضية التي تساعد على حياة مستقرة بنهاية فقرة أكد فهمك انتهى درسنا النهاردة عن الليل والنهار إلى أن ألقاكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته